الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفا، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما،
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. اللهم زدني علما. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم يا الله أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم يا الله أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد على بيئة الإيمان. اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والعافية. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، يا كريم يا رحمن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ مما استعاذ به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وعملا متقبلا، وعملا متقبلا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، يا رحمن يا منان. إلهنا توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين، ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون. يا كريم يا كريم يا رحمن يا ودود يا ودود. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت خير الغافرين، وأنت خير الغافرين. إلهنا اللهم إلهنا، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا رحمن يا رحيم. نعوذ بك من جهد البلاء،
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب، ومن دعاء لا يستجاب. ربنا ربنا هذه أعمالنا المزجاة، هذه أعمالنا المزجاة بين يديك يا ربنا، تقبل منا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم إلهنا اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يا الله يا الله يا الله، إن كانت هذه هي آخر ليلة من ليالي رمضان، يا رب أعتق رقابنا من النار، 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 أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إلهنا خص منهم آباءنا وأمهاتنا، خص منهم آباءنا وأمهاتنا. يا الله أكرمهم كما أكرمونا، تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، اغفر لهم كما غفروا لنا يا ربنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. إلهنا إلهنا يا الله يا الله،
اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان في أعالي الجنان في أعالي الجنان في أعالي الجنان. إلهنا ارزقنا أعظم لذة في الجنة ارزقنا أعظم لذة في الجنة لذة النظر إلى وجهك الكريم. إلهنا لا تحرمنا أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجهك الكريم النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا عظيم يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل. ارزقنا لذة النظر إلى جمال وجهك يا جميل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.